مرحبا واضح، انا اسمي صائب الهاني، عمري 11 سنه وانا كيك بوكسينج وورلد تشامبيون. انا اشتغلت على حالي كثير وتعبت، وكان هدفي اول شيء انه ارفع اسم لبنان والعلم اللبناني والدول العربيه، ولانه رحنا بحاجه لابطال بالرياضه، وبدي اتشكر كل الناس اللي حبوني وشجعوني. صار لي لهلا 7 years عم بتمرن 5 days per week نون ستوب وهارد تريننج، وكثير تعبت كرمال اوصل لبطوله العالم، وانا كنت كثير يعني I was suffering from pain، بس the pain that I suffered today it was the thing that I gained tomorrow. فانا كنت متوقع اربح بطولة العالم، وانا كثير مبسوط، وكمان انه صرت رول موديل لكثير من الولاد. هلو واضح، انا اسمي مالك الهاني، عمري 7 سنين ونص، بحت باللبنانيز تشامبيونشيب وورلد تشامبيونشيب باستريا، وطلع لي جولد ميدل. ماي فاميلي بحبهم اكثر شيء، وبسمع كلمتهم دائما، وهني بيساعدوني كثير لانه بيشجعوني، بيعطوني الويل كمان والكوريج انه انجح بهالرياضه وكون شاطر فيها، وهني ماي نمبر 1 فانز اكيد، وانا بحبهم كمان. صراحه نحن انا ومدامتي تعبنا كثير، نحن جيل الحرب، ما اهتموا فينا اهلنا بظل هالحروب، فنحن ارتقينا انه نعطي كل وقتنا وكل طاقتنا حتى نساعد اولادنا ليطلعوا يضووا اسم لبنان بالخارج، وكمان يحافظوا على رشاقتهم ويكونوا ابطال كمان بلبنان وبرات لبنان. انا للفيوتشر بدي كمل بهالرياضه وخليها تكون هوبي عندي، وضل عم بشتغل لحالي كمان بعدين صير بروفيشنال فايتر، وكمان بدي اكون دكتور عشان بحب ساعد العالم، ما بحب اشوفهم زعلانين وتعبانين، بحبهم شوف الهيلث تاعتهم باكسلنت. انا بنصح كل الناس اللي بعمري انه يمارسوا اي رياضه بيحبوها، ما ضروري تكون الكيك بوكسينج، اذا ما بيحبوها شاركوا بحيالله رياضه اللي بفضلوها، لانه هي كثير بتساعد الجسم وما بتخلي واحد يكون ليزي، بتخلي حدا يعني يكون انرجيتك. بالاراده وبالاصرار بيقدر الواحد يوصل اولاده لاعلى مراكز بالبطوله وباي محل باي فيلد.